الاختبارات الصعبة، وكنت خايف من مين من لعيبة النادي الأهلي في اللقب؟ يعني أنا بالنسبة لي مفاتيح اللعب كانت لنادي الأهلي اللي احنا كنا دايما بنشتغل عليها، كان قفشة ومحمد شريف وعلي معلول. الثلاثة دول بالنسبة لنا كانوا أكمن خطورة رهيب بالنسبة لنا، لأن هما كمان محمد شريف من الفراودة الذكية جدا اللي بيقطع من السردباكين وبيستغل سرعته وبيستغل بالظبط. فكنا بنشتغل على الحتة دي كويس جدا. يمكن أنا كابتن برضو من خلال حضرتك عايز أشكر الكابتن سيد سوركي بأمانة، مدرب من المدربين المحترمين جدا يا كابتن. يمكن أنا قلت برضو قبل كده من المدربين أنا شهادتي مجروحة فيه، يمكن عشان هو معايا مثلا بقاله 3 سنين ولا 4 سنين، لكن صدقني والله يا كابتن لو سألت أي جون في مصر اتمرن مع كابتن سيد هيقول لك كابتن سيد شخصيته لا بجد حاجة طبع. محترمة جدا. والإسماعيلي طلع 2 تقال، سعفان وسيد سوركي الحقيقة، وكابتن ضهراوي برضو كابتن ضهراوي يعني ما عشرتوش عشان اقول لك دول اصحابي، عشان هو عشان دربني طبعًا عشان دربني كمان، فهم طبعًا بصراحه مدربين الاسماعيلي يعني عدوا علينا كتير في النادي. فبصراحه الواحد يعني انا بشكر الكابتن سيد جدا على الفتره اللي قضاها معانا، وعلى الخبرات اللي ادهاني، وعلى المذاكره اللي بنذاكرها قبل الماتش. بتذاكره جدا؟ ذاكرت ازاي قبل ماتش الاهلي؟ بص يا كابتن، احنا الكابتن سيد دايما احكي لي بقى، ده مهم. الكابتن سيد دايما قبل اي ماتش، احنا مثلا هنلعب النادي الاهلي، بنيجي بنشتغل بنشوفهم تكتيكين بيشتغلوا ازاي، هل بيشتغلوا انفرادات ولا من على الجناب كره عرضيه ولا تسديد من بره 18. فدايما شغل النادي الاهلي بيبقى على طول برده عرضيات، برده شغل من العمق شوتينج، فكل ده كنا بنشتغله. بنشتغل العرضيات اللي بتبقى راجعه لتحت مش بتتعمل بالعرض على طول، فالحاجات دي كنا بنشتغلها كتير قوي يمكن على من خلال 4 5 ايام قبل الماتش. فبيبقى عندك مخزون للكلام ده قبل الماتش، فبتلاقيه في الماتش تحس ان الموضوع بالنسبه لك عدى عليك مره واثنين وثلاثه في التمرين. بيختلف في الماتش، بس بياخد منك شويه ان طبعًا انت تبقى طبعًا جالك الموقف ده قبل كده. فبنبقى مش شغالين على الكلام ده، والحمد لله طبعا بعد توفيق ربنا لما بتشتغل التوفيق هيجي لك. اللي ما ذاكرتوش ولقيته في الماتش؟ لا كابتن صدقني والله ما فيش، ذاكرت كل حاجه الحمد لله. يمكن انفرادات بنشتغل على القفل، الكره العرضيه، الكره اللي راجعه، حتى الوان تو بتاع قفشه ومحمد شريف اللي اتعمل وطلعنا، متعودين ان خلاص هو الراجل وصل في الحته دي، هو محتاج يخلص، مش محتاج ان هو يحط ويرفع عينه، انت لازم تبقى ثابت. طول ما انت ثابت هتقدر تتعامل. تعرف ايه لو كملت، لان راحت لقفشه كان في واحد على شمال واحد قدامه، يعني لو كملت بقى التيكي تاكا دي حطها بره خلاص، يعني دي بقى مش بتاعتي بالظبط. لكن اللي في يعني الجول بص خلي بالك بقى، معرفش مين اللي مكمل، قد يكون شريف لما شريف. راحت بص هي اتعملت حلو قوي ما بين علي وقفشه، يمكن عمرو لا شريف بس كابتن ساعتها في اللحظه دي ممكن اي حد يبيع نفسه انه هيحط خلاص في البعيد مظبوط، فهو ساعتها انت قرر بتقف، انت لو وقفت ممكن تطلع البعيده وتطلع الضيقه، فالحمد لله عندك الفرصتين بالظبط يعني. فالحمد لله يمكن احنا قرينا صح ان احنا وقفنا وهو حط فعلا في الضيقه، والحمد لله الواحد كان قاريها. هنا لازم نتكلم على دور مدرب الحراس، وانت بتتاكد على دور كابتن سيد السوركي ما بقاش فهلوه بسام؟ لا يا كابتن خالص صدقني والله الموضوع ما بقاش فهلاوه خالص، بقى كمان انت هو بينقل لك خبراته صحيح، وبيذاكر لك الفرقه اللي قدامك، وبيقول لك مواطن القوه ومواطن الضعف، زيك بالظبط، زي هو زيه زي المدير الفني بالظبط يقول للعيب اللي هو بيشتغل تكتيكيا ازاي كفرقه كلها. انا معايا مدرب واحد بيشتغل معاه تكتيكيا برضو في الملعب، احنا هنقابل ايه ومش هنقابل ايه، ايه المهم بالنسبه للخط الهجومي للفرقه اللي هنلعبها، وايه اللي مش ممكن نلاقيه في الماتش ده. صحيح.